هادو غنحضو من زماني صافي. يلا باغي تقلب تعرف لمن شي دابا الهيضر اللي ولينا حنا كنلوحوهم هما ولاو كيديروا دابا هنا الثمن. ها انت يا بنتي واش هادو الهيضر هادو هما ديالنا ديالنا وهما ديالنا خالتي. ها هادي بخاطر المشاهدين الجزائريين ديال بقدور اللي بنت وانسى كلشي كلشي مغاربه كلشي الدول العربيه كلها. دابا السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي كي دايرين لاباس عليكم كي درتو مع الصحه كي درتو شويه كي دايرين الوليدات كي دايره العائله الله ينوركم وينور طريقكم والله يعمل سيدي ربي يكون عوينكم ويكونوا نيسكم في الدنيا وفي الاخره. دابا انتما كما تشوفوا احنا تنتساراو وحنا جينا للايكيا غادي ندخلوا نشوفوا شنو فيها ونتساراوها ونساريوكم معانا. السلام عليكم متتبعين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. كما قلت لكم خالتي انتما دابا عرفتونا فين جينا للايكيا صراحه زوينه بزاف خصوصا الاتات وداك الشيء ديالها رائع. راه اللي كيدخل ما كيسخاش خرج من الله خصنا كامل عادي ساليه ولا جا شويه ديال الفلوس راه ما غيردهاش ياك خالتي. اييه خصنا بزطام يكون عامر. دابا بزطام عامر ايوا فيه كل خير الحمد لله اللهم لك الحمد يا ربي. راه فين ما جينا هنايا تلقى المشاهدين. المهم السلام عليكم بعدا الحمد لله. الوالده واش مازال مواصله المسيره في الدار البيضاء؟ مازال الحمد لله تلاقوني المشاهدين دياولي الله يحفظهم ويسترهم وينجيهم من الافات داخل الوطن وخارج الوطن الله يحفظهم ويسترهم. عارفه باللي ايكيا راه ماشي هي كيتيا. دابا انا كنت صحابي في الاول كيتيا هي ايكيا عاديه ولكن راه كيتيا بوحدها وايكيا بوحدها. ايوا بنتي انا ما عارفاش الوالده هي دابا وكلا ما عمرها جات حتى هي تشاف ما عمرني يا ولدي. انا جيت وخا تنجي للدار البيضاء تنجي غير دابا ونمشي. انت شوفي الوالده تبارك الله غير في هذه البزيه هذه شو شحال من حاجه جديده شفتيها. الحمد لله يا ربي اللهم يرضى على المغرب ديالنا الحمد لله. شفتي الجامع ديال الله يستر الملك ديالنا ويزيد في ايامه يا ربي امين. واخا لاله يلا دابا هذا شنو كيقولوا له سميره؟ هذه قالت ايكيا ايكيا خالتي ايكيا 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 هي عرفتي غنركبوا هنا في هذا غنطلعوا في هذا الدروج حسن. ما تخاف انا من هذا الدروج لا غنشد غنشد انت ويلا تخاف غنشد هي واحدة لالا طالعة تنضرب عروسنا هي لا هي لا قالت خافي هي لا هي على العقلة الله يخافي الله لا ترى الله يسلمك وشي طالعة اختي كانت تخدم مع الدرج عادي هذا هو خلينا ندوز غير الدرج عاديا زوين ها يا زوين هادشي هذا سهل تبارك الله سارينا وشينا المنظر اللي ما عمرنا شفنا شفنا بارك الله شقلة هذا بيوت النعاس تيتباعوا هادو البيع هذا بيت النعاس وهذا الشيء شي البيع انت خالتي عمرتي سيدي جلسي جلسي وتنقو تجبدي شدي وحده جلسه هنايا علاش علاش شرط بيوتيوب عمتي باغي تنعس هي باغي نشتري بيوت النعاس هنا مفروشين مزوين بزاف ما شاء الله ما شاء الله يا ربي هادي سمير هادي دابا انت خاتي وقيله بحال ديال بحال داك اللي كيكونوا في المخيمات اشوف خويني هو هذا الرايه شنو كنا بحال كيلعبوا فيها الدراري الصغار هكايا باينه ديال الدراري الصغار يمكن ما تنسى بحال الخزانه بحال الحمام دابا دخلتي بحال شي جلسه ديال شي سيجور هذا ديري لي كي كيجي هذا هذه اللي موراك دابا راه كنقولوا حنا فيترينا ها هي التلفازات حكم منك خالتي زوين هذا الشيء زوين هذه دابا بحال جلسه بحال الجلسه زوين هذا الشيء بزاف تبارك الله ما شاء الله الله يلا صافي جلسي لا نقعدوا هنا احسن نجلسوا هنايا كريتي وعجبك كريتي وعجبك المحل المحل يلا جلسي سيجور لا لا قعدي بصحتك وين هذا الشيء هذا
وعدي بصحتك وراحتك. هادشي غزال هادشي. وعدي بصحتك. با كدور بحثك من الفلوس. ويييي. قلت التاميرة كاع انا نجلسو. قلت لها بدي قلت التاميرة كاع انا نجلسو. لا جاو يجريو علينا يقول لك علاش جلستو هنا. الفلوس اه دارها في ايكيا صافي الناس اللي عزوا علينا متتبعين اللي تلاقيناهم الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم مساكن الله يخلف عليهم الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم مساكن حنا ونا تهلاو فينا ايوا الحمد لله وخير اش نرجعوا لا والو نجلسوا نجلسوا هنا نجلسوا هنا احسن صافي الله يخلف على خالتي ايكيا يلاه زيد بغيتي تقعدي في الفوق بغيتي تقعدي في السفلي بغيتي تطلعي للفوق يا فرش الفوق والتحت هادشي عفره الواليدات عفره هادشي هذا شي بعد السليلات هنايا من هاد الدرك راه حيت بقات دايره هنا تما دابا حتى الاثاث حتى هو غادي كيتطور بزاف كاع شي غزال ان شاء الله في ربي زوين هادشي تيحمق والله الا لا غزال هادشي شوفي تبارك الله شحال من نوع زوين هادشي هذا قلتي شوفي داكشي كي داير ايوا كيعجب كلشي ماشي هادشي كيعجب كلشي كيعجب هادشي هذا كاينه كاع الحاجه اللي خايبه كاع والله الا غزالها نروحوا بعدا ويحم الله بعدا نروحوا ويحم الله راني طاصه عييتي شويه والله الا عيينا نيت يلا تكاي مع راسك ونكملوا الفيديو نجبد نجبد باش يقولوا هذه باش يقول هذه لاله مربوحه خرجها العقل ها ها فين هو هذا شنو سميرة هادو خالتي تيداروا هكايا على الفوتاي البرد وكنتي كاس على كتافك تتشدي ديري على كتافك لا زوين دابا ايكيا خالتي ماشي راه كلشي في استيطاعت والله يحسن العوان كلشي غايكون في العوان حبيبي الله يكون في العوان ولكن كاين اللي تيجي غيتسارى ويمشي كاين وكيجي اللي كينقل الافكار بحال دابا ما قدش تشري شي حاجه ما جاتكش علاش جيت تنقلي غير الفكره وتمشي دابا عجبك هذا الحويط سيري للدار صبغي الحويط بالخضر هذا الربيع هذا عاوتاني اجي نسقيه راسك يعني تاخذي الفكره وتمشي تاخذي الفكره وتمشي بحال دابا هاد الفيترين هادي جات الثمن شويه غالي ممكن انك تمشي لعند السودور وغيدير لك هكا والزاج وتطيح لها الثمن اللي بغيتي زوين هادشي والله الا مزيان دابا جينا لواحد واحد البلاصه هنا ودايرين واحد ليكزومبل ديال دار فيها 55 متر مربع متر كاري دايرين ليكزومبل كيفاش تقدر دير لها الديزاين من الداخل وكيفاش تقدر ترتب كاع داكشي اللي عندك يعني كيفاش ديرلك الاثمنه انتما تدخلوا غاتشوفوا معنا يعني واحد الدار اللي بحال دابا كنشوف الساكن الاقتصادي كيكون المتراج ديالو صغير راكم عارفين 50 متر 60 متر فهذا ديزاين دايرينو الناس اللي باغيين يفصلوا يعني داك دارهم كتكون صغيره كيفاش يقادوها ويوفروا فيها كل شيء. هي 55 متر كاري تقريبا هو الساكن الاقتصادي تكون ما بين 50 60 دابا غادي تدخلوا غادي تشوفوا داك الشيء كيما دابا تيوريوهم كيفاش زعما يديروا اللي بغى هو داك الشيء دابا الدار خالتي الا تدخلي لها فيها غير 55 متر انت دابا دخلتي على الباب دابا هذه فيها 55 متر ومقادين داك الشيء باش يستغلوا كاع لي سباس يستغلوا كاع ديك 55 متر وقادوا فيها شي حاجه زوينه. ها انت خالتي دخلتي لقيتي الفيترين على يدك الشمال التلفازه هذا بحال قلتي صال ديال السيجور وهذا ها انت خالتي هنايا هنا بلاصه الكتوبه و هنايا بلاصه الكتوبه عارفين خلاص المغاربه ما كيقراوش بزاف الكتوبه ياك سي دايرين هذيك اكزومبل ديال الانسان المغربي عصري ياه راه تيقرا تبارك الله دابا هذا واحد السيجور اخالتي كاع كلشي ما كنعملوش دابا هذا السيجور دابا هذا سيجور ايه هادي دابا هنا دايرين الكوزينه هنا دايرين الكوزينه وكل حاجه داير لها الثمن ديالها هانتي هاد الكوزينه هادي واقيلا ستيل الامريكان واقيلا هنا دايرين هاد الكوزينه هنا لابابو سيجور مقابل مع كوزينه ما كاين حتى حاجه لابابو بلاطويات اخالتي بلاكارات لاكارات هنا بنيدرات كل شيء ها مسد سينا خالتي تا مع معمر هنا بالماعن وكل شيء
هنا واحد الكتاب ولكن شوف الالمانيه دابا حطنا الطويوات قلتي لي سويسرا شركة سويسرية تقدر هذه تشوف المانيه ما عرفتش هذه اللغه اللي عارفه هذه اللغه هذه هذه الفيترينه هذه يمكن ندير فيها المعنات هذه البيت ديال الدراري لا عندكش دراري هذه واحد الفيترينه دايرينها اون فاس مع لابابو والبلاكارات ودايرينها الطبيله هذه راكم عارفين حنا مغاربه ضروري عندنا الطبله الماكله هذا بيت الناس ديال الدراري يمكن هذا بيت الناس ديال الدراري ناموسيه فوق ناموسيه اييه غير جوج اللي عندك ثلاثه ناس واحد فوق واحد هنا ثلاثه ديال غير جوج ديال النوانس واحد فوق واحد عاوتاني 55 متر راه يعني عاد رفصوها بواحد الطريقه زوينه سفيان مستغلين لي سباس كاع لي سباس مستغلين باش طلعوا شي حاجه زوينه وكما كتشوفوا دايرين الدراري هكا السبوره اي حاجه هنا البيت ديال الدراري دايرين فيه هنا السبوره باش يبقاو لا راجع معاهم والديهم ولا يجي عندهم الصرا في الدار ولا عرفت دير اليوم هذا البيرو هذا الصغير داك الشيء باش يطلع الولد تبارك الله باش يطلع خارج وهادو اشنو هادو داير لهم خليك معايا هادو هذه صغيره بحال الالعاب هادو خالتي دايرين لهم اللي بغي يعني بحال يخبعوا شي حاجه يديرها انت خالتي سوفيا قرب راه هادو تيجبدوا جبدهم شي شويه انت شتي بغاو يخبعوا شي حاجه ديالهم كتوبه اي حاجه ديالهم وزوينه هذه خالتي هذه غتنفع زوينه وهذاك خالتي شوفي البلاكار ديال الوليدات هذا البلاكار ديال الوليدات ها هو راه واخا البيت صغير يعني موفرين فيه استغل لي سباس مزيان اه عرفوا ينظموه عرفوا كيفاش ينظموا لي سباس سمحوا لي فواسك خالتي ها انت دابا هنا هذا الحمام هذا الحمام ها انتوما حمام صغير طواليت لابابو لابابو وما بين الحمام اللي كيفرق ما بين الشومبر ديال الدراري الشومبر ديال الكبار هنا كاين بيت النعاس ديال الكبار هذا بيت النعاس ديال الناس الكبار ها دابا خالتي وكان جبتي هنايا باي شارك بيت النعاس ايوا ها هو بنتي دابا حنا شرفنا بيت النعاس غير على قد الحال بركه علينا ها تبارك الله ها دايرين التصاورات دايرين هنايا ها داير هنايا هذا الماريو حتى هو دايرين ليه الماريو ديالو دايرين بالسكات باش كيستغلوا داك السباس من بعد ما تفتحش فهمتي هذا كتشدي لا 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 اختي حاولت خلي حتى يدوزوا الناس باش ما تشديهمش وهنايا خالتي هادي هادي التلفازه ديال بيت النعاس ها هي التلفازه اون باس مع الناموسيه كما كتشوفي تتلقاه بيت النعاس وفيه كلشي شوفي غير هاد التريك هادي الصغير هاد الفول هادي شو كاين بالضبط يعني بيت النعاس موفرين بزاف منظمين بزاف ها قلتي انت في ديك 55 متر كاري ياكي في ديك 55 متر كاري تيديروا لك فيها كلشي الراحه ديالك تبقى مرتاح حتى وليدي حاولوا داك الميتراج واخا صغير لعبوا على باش يخليو بنادم الكونفور الكونفور ديالو في الدار ما يحتاج حتى شي حاجه كلشي يكون عنده في الدار ايوا هادي زوين هادشي غزال هاد واحد الارتيكل ديال واحد الدار اللي صغيره اللي نستافدو الى جينا هذاك هذاك صالون ولا شنو ولا غير طريق لا هذاك خالتي غير واحد الباب كتخرج ليه كتخرجك ليه المهم دابا ديال البريطمه ديال 55 متر الافكار اللي بغى شي فكره ولا هذا يجي الايكيا ما غاديش يندم ياخذ افكار زوينه زوين بزاف كاع جلس هنا هذيك بيترين دايرينها دايرين فيها المعلومات دريات دريات على مزويناتهم مخيرين تبارك الله ما شاء الله اش كديري الشريفه هنايا واش كاين الحضانه هنايا قاعده انا الشريفه هذه قاعده انا الشريفه واش داري الحضانه صافي ياكي ياكي اولا كاين شي وليدات تاعنا كاين الشهر ديال الدريوريين هنا كاين اربعه وهز الرضاعه عمتي الدريسيه وا قولي دايرين الاشهار ديال الدراري الصغار عمتي الدريسيه فين اختفت راه مقابله الدراري الصغار هادو كرايس هادو ها تا كلشي غير الفراشات تبارك الله غير الفراشات وبيوتات النعاس ودا هادشي هذا الوالده شي عطاو داكشي اللي مودرن ما كاينش هذاكشي ديال الطلامات والله الا غزال داكشي تي ديكور تي عطاو ديكور مسقده داكشي مودرن تي عطاو غزال زوين هادشي زوين تحير العين هنا هاي لا تتحير العين اه
ولا تتحير العين كلشي غزال تبارك الله ما شاء الله يا رب. هذاك تحطيه مثلا في شي بلاصه اللي ضيقه كيطلع تيتجمع. والله الا زوين بغيتي تخمم تجمعو بغيتي تا دغيا كتجمعيه. والله الا زوين بزاف كاع باش تستغلي المساحه. انت شوف سفيان سمعتك كتقول هذا كيتجمع. هاد الناموسيه هادي تتجمع قال لك كتسطوا. كتسطوا قلت له والله الا زوينه كتسطوا وتولي تسرح. بحال دابا الانسان اللي عنده كيتنعس صغير وبغى يستغل المساحه ياخذها. والله الا زوينه منها فوتوي فوق في الاخر كتولي فوتوي. ياك راه كاين بزاف كتولي فوتوي حيت راه هي عندها التكايه. ياك كتولي كتجمع كتولي فوتوي. بزاف ديال الافكار تاخذهم. بغيتي ديرها ناموسيه بغيتي ديرها لي فوتوي. ما داك الشيء مخير غزال تبارك الله يا ربي. وكان غير جبنا با معانا. ايوا عاوتاني عنده الشغل. هادي دابا طبال التلفازه. هادو مجوره ها شوف. تديري شي حاجه ولا شي. تال هاد الشيء غزال. هادي الطبله ديال التلفازه. هادو عاوتاني مجوره ها. ها ها مسجدين بحال بحال كما كتشوفوا هادو راه بحال شي حاجه خالتي قبيله ديال التلفازه تسدو وصغاري لو يتسدو هو راه دايرين هاد الوراق كاتبين الثمن ديالو بشحال وغزال هادشي تبارك الله يا ربي ما شاء الله هادي بحال فيترينا صغيرة شوفيها. بنتي. هنا وحدها زوين هاد الشي غزال. كنسات صغيورين. كنسات على المد ديال الحج إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. دابا إلا كان عندك أخالتي شي بيت ماشي ضروري. سداري سداري سداري. دير غير طبلة. من هاد الريدويات شوفيها نسي. قبيلة الماكلة و مع الكراسة. مع الكراسة. وبيتي ديال هادي لهي. وضروري واخا داكشي الصناعي كيدخلوا جانب الطبيعه. الطبيعه تكون ديال المكان المهم الطبيعه راه حاضره. ايوا كاين شي بحال الطبيعه. الطبيعه كاينه كاينه. كاين شي بحال الطبيعه كاع. زوين تبارك الله ما شاء الله يا ربي هذا الشيء. زليفاتها. كويساتها بكل شيء. اييه. اييه. جات نبتت هنا شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ خليني نختار اسامي خليني نختار اختار اختار عاد نقول ولا واختار شنو بغيتي؟ هذه اختاره ديال الماكله زوين هادشي ايوا الدجاج بالفري ها هي السلاطه ها هادشي دابا كنخسر كيتبدل اللون كيتبدل لك اللون كتختار السلام والبخور عرض العائلة هذا العائلة كاملة هذا الصلامون بالخضار سلامون وقيل الحوت صافي ايوا تحب انت كاع رديتيني انت باقي طنجرة من الداخل غزالين هذا البراد باتاي هذا ديال الكوزينه تاع خالتي هي الكوزينات دايرين فيها دايرين فيها الكويسات وداك الشيء ديال الزاج وهنايا خلاص طنجيرات فهمتي ديال الزيت زويفات وكارات والله الا داك الشيء غزال اللي واقيلا ضروري لا بغيتي ديرها في الكوزينه ولا هي كيسانها بكل شيء حنا الماكينات الصابون هادي في علامه تينشرو ياك هادي علامه تينشرو ها هي هادي الحداده تيحددوا عليها واقيلا يحددوا عليها ولا تينشرو عليها تيحددوا عليها الحوايج هاكا غدا سمير اللي زايد هنا هذا كيكون فيه سنيده عندي تتكون فيه سنيده هذا البراد وانت اللي قامه في وسطو من هذا البراد واش من براد اييه عمر عمر انا غير شي قعده غنعمر لك اوالو خاوي خاوي ولقينا عامر واخا لا يخلص اول بابو ها هذا بابو ديال المعيد بابا بنيت بسمع فوق وانا بابو ديال المعيد ها انتوما
هو هي هنا فران هذا شي بيه كل شيء كل شيء ما اللي بغى ياخذ شي افكار اخرى تمشي تطبقهم ثلاجة شوفي هانت تبارك الله يا ربي شوفي هانت هنا الماعن شوفي القرار ايوا الثلاجة هانتي شنو هذاك برق دينا الويدا خرفة هادي هادي واقيلا القرعي فاش تيرقدو واقيلا القرفة هادي في وسط ما نعرف عارفين خالتي عزيز عليها العشوب اييه هادي القرعي فاش يرقدو هادي نربطو الفران ديالها المقلاة وهادو القرعي العطرية ديالنا حاطينهم هنا ها انتم الطنجرة ثقيلة على الزينة مسجدة ثقيلة ثقيلة شحال دايرة الطنجرة لالا ثقيلة 325 درهم دايرة الصالة و 500 درهم ها الطنجرة مزيانة هذه القرادة ديما عاوتاني راه داك الشحال القرادة وكل شيء تفران ها هو ثقيلة لالا ثقيلة تقريبا دايرها الثمن حتى راها هذا فران هذه زينة هذا فران فران بحال ديال اللي كنشوفو بحال ديال فران عادي لا لكن كانوا بحال هادو كانوا هادو المجيرات حداه ها هي عاوتاني هنا شوفيها الفيترين هاد المويعنات فيها المويعنات فيها كل شيء فيها الكيسان فيها الطبيصلات فيها فيها كل شيء ها الزيوف هادي القرادة ديال الربيع ديال الربيع هادي كوزينة واحدة أخرى عاوتاني واحد الفران الويدة بحال اللي عندك نزرات على مزيناتها ها هو هذا قرا هذاك الفران هذا قرا هذا هذا فران علاش دايرين له هاد الفتحات هادو هاد الزجاج فين هو باش تشوفي الخبز ديالك واش تشوفي الخبز واش طاب ولا ما طابش ولا ها شوف الخبز على برا الكوزينه ماشي ضروري كاع بحال الكوزينه الاولى اللي شفنا كلشي مخبع الفران بوطه هادي الاحسن الناس اللي مازال هذيك الثلاجه شويه بلديه هادي الشبكه ديال الماعن هادو البلاكارات ها انتوما دايرين فيهم تاوما المويعنات ودايرين فيهم كاين ما يتشاف تبارك الله عليك حتى دايرين الشبكه دايرين الكيسان دايرين كل شيء دايرين هذيك الكراده الكراده تاهي غزال ها هذيك دابا عاد ولاو كيحطوا فيها الطبريسيلات ديال هنا هذيك حتى تيبان الكوزينه اللي عندها التيسع شوفي دايرين فيها الماكينه ديال التصبيح هذينا في الدار البيضاء ها هو الجمال اللي مشيتو للوالده ها هو فين حاطينها وهذاك اييه غزال هاد الشيء عجبتني هاد الكوزينه هادي مختصرة الذوق ديالك نتي منها بلدية منها رومية كما كتشوفوا دايرين هاد راه عندها واحد السمية وسمحوا لي يعني بغيتي تحطوا واحد العطرية هكايا تدوروها هادي سميتها الدوارة الدوارة ولا سميتها الهراس هادي البوطة ها هي البوطة ديالنا ها هو الميكرو هوند هنايا بلاكارات خلاص الفران هو تحت البوطة وهادي راه كما قلت لكم ديال الطبيصلات هذا مهراس بلدي وهنا عاوتاني كيما شفتوا البلاكارات البلاكارات هنايا هذه بحال واحد الفيترينا بلاكار فيترينا اللي بغيتو ديروا فيها الزاج الطبيصلات كلشي خلاص هنا لابابو دابا هذه مودرن شويه مود منها عصريه منها تقليديه دابا الوالده هذا الذوق ديال سميره هذا هو ذوقي بحال هذا انت تقريبا انا الذوق ديالي خلاص هذا لابابو انا كيعجبني لابابو يكون غارق ويكون كبير وهذه الشبكه ديال المويعنات خلاص هذا البلاكار هكا هانتي وهادو راكم عارفين المجيرات الزيوفة وهنا الثلاجة الزيوفة الزيوفة الثلاجة والكونجيلاتور لتحت وهنا الماكينة التصبين ودابا الماكينة التصبين واخا يعني داروها هنا بلاصة راه داروها قبيلة إلا بغيتو تستغلو تحطو فوق منها شي حاجة زوينة وهنا لو بغيتي ديروا التيد ولا شي حاجه كتعلق بالتصبين حتى هي باش عرفوا ايكيا راه كتعامل مع الماركه هو انا داير ويربول ياك ويربول خلاص هذه الطبيله ديال الفطور اللي بغى اغلبيه كيلو في الصباح ما كيبغيش يمشي عاد للبيت يرون ولا شي حاجه وكيبغي يفطر في الكوزينه هاد الطبيله هذه هي لاصق كتكون في الكوزينه هذا الطويجين لا لاصق 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 هذا ولا عبرو خلاص ضروري من الطبيعه حاضره هاد الكوزينه هادي عجباتني صراحه عجبتني وحتى اللون المارو اللي داروا فيها بالنسبه ل... يعني الا كان شي وقت ما مساليش يمسح ولا هذا ما كيبان فيه لا وسخ لا والو هادي عجباتك صافي شحال تعطي هاد الكوزينه على 10 شحال تعطيها على 10 يشرى لي ونسم ندير لها التنقيط شحال تعطيها على 10 على مليون 10 على مليون مزيانه
والله الا وعدا نقعدوا نروحوا هنا ونشوفوا ونشوفوا الطبيعه. هذا خالتي دابا واحد لاطراس اللي فيه هذا واحد لاطراس بحال دابا نقولوا شي بالكون كبير في الدار اللي فيه بحال دابا دايرينه هنا فيه 26 متر. حتى نقولوا حنا لا كور في الدار ولا شي حاجه لا بغيتي تستغلو ودير فيه هاد الديزاين هكايا ديال الوار دير الكوزينه قبالتو ودير دير فيه هاد الفوتوي دير الكوزينه قبالتو راه ودير الكوزينه قبالتو تعطيها كل انت شوف شدة سوفيا ودايرين فيها انتوما السلوم شوفوا سوفيا هذا السلوم تنقولوا حنا لاكور اللي كيكون في الدار ولا السلوم كل ما يتعلق بالطبيعه كنديروا بحال كنديروا حنا فيه الحباق كنديروا فيه الغرس اللي عندنا دوك هاد لي ستيل ديال ايكيا ديما كيدخلوا شي حاجه ديال الديكوراسيون بالطبيعه زعما شي حباق شي حاجه ديال ديكور ديك الخطوه. انا قلت لك زعما جيت تاخذ الافكار بحال دابا هاد الفكره هادي ساهله هي ومنظر منه منظر زوين منه عارفين بحال هاد الفكره هنايا ديال تعلق الكراسه هنا ها انت شوف السفره يعني الكرسي بلا ما يخلقها واحد بس استغلوا لي سباس السباس استغلوا انا الفكره كامله ديال يا ريت دابا كتصدر هذا الكرسي معلقه عمتي يعني علق الفوق ايوا شق هو شي اتا يا خالتي هذا كيكون دابا بغيتي ها شق هو شي اتا ها شي ما كرهنا شوف انا ندخل الكوزينه دابا بلا ما تحلفوا عليا لا لا بلا ما تحلفوا شي اتا بلي قامه ولا بالشيبه لا لا غير لا لا غير شوفي شوفي لا يا انت لا الكوزينه هي لا شي بلانه شوفي شوفي ما كذبتوني انا داخله دابا نجيب لكم اجي معايا سفيان خلي الكاميرا شاعله يلا شدي لي غير بنتي ها انت عزيزه سفيان قال لك ما كاينش هنا لا اتي بالقامه ولا اتي بالشيبه ولا والو باغيك تحكم رانيش في الدار وصافي يلا انت انا دابا غادي انا عمرو ياتي عمرو 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 لنا ياتي نشربوا عافاكم عمرو لنا ياتي شي كاس المهم ما غنطلقهمش بلاش ها انت شوف غندير لهم واحد جوج كويسات ديال حتى الماء ما كاينش صافي المهم اللي كاين غنحن ها انت كذبتوني هانتوما راه غير ما لقيتش الروبينين ما قطعوا علينا ما كاينش الماء ما كاينش اخواتي لا تقولي ما ضيفتكمش بارك الله خير جاب لنا كيسان خاويا غادي نقطعوا علينا الماء هاكم دابا يجي ان شاء الله انت باش ما تقولوش راه غير في ايكيا وغاديش نخدمكم هاد كاع تبارك الله تدار واحد الارتيكل ديال الكوزينه زوين واللي ضاوي وخصوصا الا كانت الكوزينه كتطلع على هذا المنظر هذا ما غاديش نقول لكم كي داير واعر واعر شده سفيان من الهي واش غادي نقول لكم اللي عنده الله يزيدو من خيره واللي ما عندوش الله يرزقه حتى واحد ما تيكره هذا الشيء صراحه يا ربي عيينك هادي هنا البوطه و حتى هذه كوزينه عصريه زوينه واللي زايد في هاد الكوزينه دايرين التلفازه هنا في الحيط لا ما بقاش شغل صافي ما بقاش شغل هضروا سيجور هي خرجت دابا دخلي الكوزينه خرجت اضطيبا ساعتك اضبط ساعتك على عصر الافكار الجديده صراحه وقيل هذا الشعار الشعار صراحه هذا البلاصه هو انت هذا سفيان اضبط ساعتك على عصر الافكار الجديده صراحه شنو شي شنو شي يعني قلنا دابا بهذا ليدي هذا شنو هذه المقوله زعما اللي بغا يدير الافكار الجديده ديال الكوزينات ديال الديور ديال زعما تيقول لك بدلوا شويه داك الشيء ديال الطلاق اييه كما كتشوفوا هذا عاوتاني واحد بيت النعاس اللي عندهم بيت النعاس هو صغير هذه الناموسيه ومزينين بهذ الخديجيات هذه الطابل دو نوي والضويوه الدار بنفيك كنبانو كنقشعو 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 كنقديو اييه ياك سفيان دابا هاد البولات هادو شنو باش تكوني دابا هما تيبينوك فنين 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 ها انتوما كيما كتشوف اش سفيان ها بسم الله ها انت وراه تاينا التهليه شتي دابا خالتي من مور بيت النعاس شنو كاين كاين البلاكارات البلاكارات شوف خالتي انت جيرات تقاشر صار شي تكشف على الوالده زيوفه وهنا بلاصه التعلاق
هو عاوتاني وخلاص هالمرايا صاف ما كتعرفش شنو كاين مور بيت من مور البيت جا سفيان خلاص هذا الدوش وهذا بابو غنوريو الحمام على الحمامات في اي كيك دايره لا تبارك الله كاين دابا حنا كنوريو غير اللي باغي الحمام في بيت النعاس وبحال دابا الماريولا البلاكار كيدير في الحوايج ما يبانش هذا الشيء داروه من المر الناموسيه هذا لابابو خلاص هنايا الا بغيتي تخبعوا شي حاجه ديالكم تحت لابابو ها هي شنو هذاك الشكلاط ياك غاسول سفيان راح لكرشك ها انت سفيان جاب جاب الشكلاط قول الشكلاط يجي هنا حطوه لك صراحة افكار واعره عرفتي افكار غزاله حتى هنا بلاكه الا بغيتي تخبعوا الصابون الفوطات اي حاجه دابا شنو النصائح ديالك اسهل اللي غادي يجي يجيب معاه مترو ويجي مع ورقه وستيله فين يبدا يقيد ماشي ضروري ياخذ الافكار وينسقهم نفهم الزربيه مفرشين ايوا زيد تفضل هنايا دايرين وهذا بيت النعاس كما شفتوا هو هذا في الاول اللي كان هذو الضويوات دايرينهم هنا حتى هما وهاد الفيترينا هذه اللي تاهي زوينه تحطوا فيها اللي بغيتو يا كتوبه يا ديكورات ديكورات اللي كاين انت بيت النعاس راه دخل داكشي واعر صراحه تقدم بزاف تقدم بزاف دابا غادي ندخلوا نوريو واحد الدار ديال 25 متر ميني ستوديو ماشي المهم ماشي دار 50 متر ماشي 50 متر نقولوا 100 متر واه سفيان عنده بيت بحال هكا شي كريوه في فرنسا ولا شكون انت قبل كاين 25 متر واش ما يقادوش ما يقادوش لا كيدير على قد حاله مثلي بيت ديال 25 متر سي معدلين هنا واحد طويلة خلاص هنايا ناموسية من تقريبا ندير بحال الفوتوي ناموسية ودير ديال الجورة وفوق هاد الكاميرات باش تستغل سفيان لا اللي كيتقاد واخا يكون هذا تاع اللي كتقاد هذا كيجي زوين هاي الثلاجه من وحده خالتي تبسطات هنايا شفت الثلاجه سفيان هاي الثلاجه هذه ها هي فيها الطويصات فيها كل شيء دايرين فيها ماشي ديال داكشي مقوم كيجي مقوم هذا فين يحطوا المعنات وداك الشيء لا ديكورات هذه طبيله هنا طبيله يمكن تكبرها يمكن تكبرها عندك يلا سفيان ايش هذا هنا الحمام واحد الحمام ها هو دايرين فيه البينوارات دايرين فيه الدوش دايرين هنا القهوه فين يديروا التصبيين هذا بيتي دايرين هنايا يديروا فيه دوش بالبينوار بكل شيء هذا عاوتاني هما داير هنا الفوطات دايرينها داك الشيء مستغل المساحه اللي كاينه في 25 متر شحال كاينه واده في هذه 25 متر تعجبي دابا تدخلي وتشوفي كيفاش تعجبك ولا تشارك اكثر قولي هذا الشيء غادي خاصه البلايصه ديال الالعاب ديال الدراري هنايا هي قريبه علقان فيهم دابا نمشيو نوريهم بلاصه ديالنا
بتناس الدار الصغار. الله يعجبو كل شيء تبارك الله دابا راه كيعرف هذا الشيء غير. هي كل شيء راه تيعرفو. فراك صافي شوفي الماريو ديال الدراري الصغار ها انتي ها فيهم الحويجات زوين هاد الشيء ديال الماريو فيه الحويجات ها لاكار ها ها صغاور داكشي الند صغاور على قد دابا هذا شحال تقريبا ها انت معلق لها معلقين الماريو ديالهم كل شيء ديالهم هادشي زوين يا ديال كل مشاهدين الله يزين ايامهم ويزين ايام هاد القطاعه هي اللي غتصلح لكم هادي لا تصلح لك تقرا تخبيزه ولا الناس هادي هي اللي تليق لنا هادي هي اللي تليق لنا حنا في البلا هادي هي اللي تليق لنا اكبر قراده واقيله اكبر قراده يمكن هي هادي والله هي هادي لا لا قراد لا قراده هادي الرمايه ديال دوك الفار العصر ديال لا بيتزا لا قراده شوف كاينين الكبار كاينين الصغار كاينين لا كل نوع صافي لقيتي قرادتك لقيتي الوالده الفيترين اللي خاصها هذه اللي خصني العشوم شوفي شحال من طاسه فيها ها صافي ديوها كومبلي هذه قيلة غنشوفوا بشحال ونديوها واش هذا حرم رقد ولا هي التصويره دايرين؟ راه غير التصويره التصويره هذا الشيء ديال الطرقه دايرين هكاك زعما راهم ديال الطرقه الفرن الكبار راهم الفوق ها الفرن هما دايرين الشباكيه كل شيء دايرين مصورين هي قرعه من تطليق والله بالحاجه ربي يخليك اولدي الله يطول عمرك الله يحفظك هادشي كنصلي سلام ويني شحال تقالوا غلط شحال الواحد دابا هادو هادو لا شي 19 درهم شوف 19 ها اشنو؟ 3 سنتي اييه ها؟ هو اللي فينا دابا بالعيا عاد شد الرمان بزاف خلينا تا بلاصه 3 سنتي اللي شعل فينا دابا 3 سنتي اللي شعل فيكم هو ديال العيا خد بلاصه راه ديال الحمامات تبارك الله خصو جينا الورود والشموع و داكشي داكشي غزال كلشيات عرفتي الريحه فنه ديال الشمع طافي واحد الشمع كيعطي ريحه زوينه مع هذا الجو الورد داير واحد الجو زوين هنايا خارقين واحد الجو اللي كتدخل كتحس بالراحه غنمشيو دابا نوريهم داك الشمع اللي طاق الريحه تورا درت بعدا هادشي واعر ها هادي بخاطر المشاهدين الجزائريين ديال باق الدور ليبيين توانسه كلشي كلشي مغاربه كلشي الدول العربيه عطاهم دابا انت ها اصبر هذا المشاهدين وهذا عائله مربوحه ها المشاهدين عائله مربوحه ها ما كاينش التغيير ها مجموعين زوينه هادي سيري واخا ايوا صراحة هذا الشيء زوين دابا الهضر الاولين حنا كنلوحوهم هما ولاو كيديروا دابا هنا التمام ها تيخا ايوا بنتي واش هادو الهياض هادو هما داولنا ديولنا وهما ديولنا خالتي ها هما مين حنا ما عرفوش نديرو هادشي داروهم بداك الشيء وقادوهم هما داروا لهم السيشوار ديك قرطو داك الهضوب داروا السيشوار ولا رطب والله العظيم الهيدو راه دايره بحال الفرور ها ها زاله والله الا غزاله اللي يديها غير الصلاه
الصلاة ودابا الناس كيحطوهم خالت في ديكور في الصالون كيحطوهم في جنيب شوفي عاوتاني هادوك ديال الجلد مع ديالاش هادو ديال الجلد ها هما ديال ديال البقر واقيلا هادو ياك سفيان الجلد ديال البقر ديال البقر ياك شوف من كي مقاقية هادوك هادوك الهيدورات اللي شفنا ديال الصغيور اللي ليها ديال النعاج كيديروا 7000 ريال وهادو هادو ديال المر وحدين صغيورين 2400 هادو ديال البقر غادي نقول لك الثمن شوفي تبارك الله شحال دايرين 3000 3395 درهم 68 1000 ريال 68 1000 ريال نمشي نشري بقره نحطها والله الا بقره نحلبها ما يلا نشرب قرا نحلبها نحلبها كنا وندير الزبده والسمن لا لا راه بارده لا 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 راه بارده هاي الله لا هادو خالتي واش هادو راه ديال النمر هادو ديال النمر وديال النمر شحال يكونوا دايرين امبوسيبل يكونوا ديال النمر عرفتي النمر فين فين غادي نلقاو بعدا النمر هو باش غادي ديال من هاد ديال من هادو خصك شنو هادو ما عرفتيش شوفوا الثمن شوفي ها ما كاينش الثمن هادو بعدا 450 درهم 449 درهم ماشي ديال ايوا هادشي ما كيتحدش ما كيتحدش هادشي والعين سبحان الله ما كتشبعش الله يقنعنا وصافي امين يا ربي العالمين وهادو خاص الزرابي هادشي بلدي واقيلا هادو هادو الزرابي الحقيقيين اخالتي شوفي هادو الزرابي الاصليين الزرابي راكي عارفه الدول كاين الزرابي الايرانيين هما اللي معروفين الثمن الزرابي الايراني راه تلقى طابي والغا بيرسيسك بيرسيسك ميكس هادو بيرسيسك واقيلا ايراني ما عرفتش شنو كتعني بيرسيسك هاو شحال دايره 18000 درهم تقريبا مليون و مليون قل قل شي حاجه قل شي بركه قل شي بركه والله الا التفرشه ديال الصالون التفرشه ديال الصالون كامل بخشبوب بالطبعه ديال جاكلو اييه اللي عنده يتبرع ما يجي اللي عنده اختي اللي عنده الله يزيده ياكل رزقه اللي عنده ياكل رزقه ياك ما زعما وريهم وحده بوحده سميرة عطي لهم من هنا وسير ها واحد الموديل ها موديل الاخر زيد يا لالا موديل واحد اخر غير دابا غير هذه راه 9495 شوفوا المشاهدين اللي عجباتهم اللي عندهم شي تيراس ولا كذا بغا يدير فيها شي زرابيه شوفوا الموديل اللي غايجي معاه والله حسن العون راه ماشي كلشي في الامكان ديالو اه اللي في الامكان ديالو في الامكان ديالو معناتها صراحة هادشي زوين ولكن زيد 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 مازال 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 تقريبا كاين شي 50 واقيلا 50 موديل مازال هادشي هذا هادو راه سجادات فارسيه ياك فارسيه داكشي قلت لك ايرانيه زعما ديال فارسيه غنزوموا عليها باش فارسيه اصليه مصنوعين هادو تيكونوا مصايبين مصايبين ماشي بدي ماشين وداكشي لا تيكونوا مصايبين تقريبا مطرابلي داكشي باش غادي عرفتي الجا ديال الشميعات هادو اللي قلتي لهم فيه الريحه وداكشي داكشي اللي بغا يخلق شي جو ديال الرومانسيه هذا بالنكهه ديال الفرومبواز فريز التفاحه وهاد ها انت سفيان ها 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 انت سفيان ها هادو اللي خديتهم هادو غادي ناخذهم هادو غناخذهم من زماني صافي يلا باغي تقلب تعرف لمن ها هو كتشم سفيان راه ريحه الشمع كلها حاجه الطق ديال بحال هادي ديال الفريز هذا فرومبواز فريز قلت لك دابا هادي اللي كتشمو دابا حنا واقيلا ديال الفرومبواز ماشي ديال الفريز هادي زوينه هادي ان شاء الله ديكور واعر عيد الميلاد باش تزينو الطبالي داكشي زوين صراحه وهادو ديكورات واعرين فين تحطو الشميعات سفيان انت ها هادي شي ديكور واعر هنا شنو هذا تحت الشميعة شي شميعة ولا شنو هذا داك الشيء دوك العيالات الرومانسيات اللي كيبغيو شويه ديال والعيالات كامل كيبغيو داك الشيء خلقوا الجو باش نخلقوا الجو كل واحد تخلق بقدر البساطة انتما هاد الشميعات هادو في الاحمر زوينين بحال هذيك الشميعة في الابيض ومع داك الوريضة ديالها في هذا زوينة حتى هي يصلحوا زعما حتى كادويات حتى كادويات ديالها ديال الخطبة كادويات المهم كادويات هادشي زوين بحال هادي هيا
هادي لي بوجي بحال الشميعات وداك الشيء كتحطها من الفوق فوق من الفوق زوينين هادشي تبارك الله راه تقدر وقيلا ساريناهم كامل داك الشيء عرفتي ما خلينا حتى حاجه كاع البليصات اللي هذا راه صافي اللي غادي تجي تشوفوا راه حنا وريناه لكم واللي باش غادي تجيو ديريكت داك الشيء اللي خصو يعجبكم صافي هادو الجهه ديال الغرس والافكار كناخذوهم بحال دابا هادو ها هما وتاخذهم وغادي تحشي فيهم الوريدات اللي بغيتي اختار الوريدات اللي بغيتي بغيتي دير فيهم الربيع الربيع بحال دابا هادي هكا وتعلاو شويه ها انت الافكار ما محدودينش اجي كي كنقول لك انا اجي نقل وهرب اجي نقل وهرب طبق بالحق طبق شوف هذا شحال زوين ها انتوما يجي في الكوزينه ولا يجي في شي بلاصه حنا طاب قبيله حنا تنقولوا غير واحد غير التوضيح حنا راه ماشي كنحرضوا الناس باش الناس يجيو زعما علاش باش واش عزرا غادي يشريو واللي ما عندوش فقط البساطه راه غادي يمشي ياخذ الافكار ويديرهم زعما بطبيعه الحال ماشي كنقول لهم اجيو سرقوا الافكار وهربوا ياك ما قال اللي عنده راه غادي ياخذ داكشي من هنا حتى لا بصح داكشي هنا متقون صراحه حاوراها باش ما تقولش ما كنتهلاوش فيك داكشي اللي كاين ديما المستند رسمي مستند رسمي للطبله هو سفيان ما غاديش نحشمكم ان شاء الله هادشي ما كاينش باش ماشي ما غاديش يرجع بصحة الله يخليك الله يخليك احلى احلى راه قاعده مسكينه لالا حده نعم شنو طلبتي؟ ايوا هادشي اللي طلبناه هو هذا راه عاد كيتغدينا هذا واقيلا بطاطا حلوه مع اللحمة نقولوا بسم الله وغادي نقول لكم هذا الشيء كيجا ايوا حراها يعطيك الصحة ولدي شفتو انا الحمد لله هو تغدينا هذا راه كسكرو شفتو بهم دويره وتشاركتو معاهم اييه ساكنا معاهم وسالينا معانا شويه مرة ما كاينش اللي ما عرفش هذه البلاصه اللي بغى يجي لهاد البلاصه في كاينه سبيرا طريق المحمديه طريق المحمديه اللي بغى يجي ديك هي طريق المحمديه يلا السلام عليكم المشاهدين السلام عليكم المشاهدين الله يحفظكم ويستركم ويجيكم ويجيكم فتراكم عزاز وغاليين السلام عليكم ماشي ضروري نجيو نشري ولكن ناخذ افكار اللي بغى يجي ياخذ افكار مرحبا به